لكن على المستوى الشعبي هو السفير أشار لنقطة مهمة جدا، وهي تعليم، إنه في لابد من عمل شيء في تعليم ثقافة السلام وقبول الآخر في مصر. ما انا المنوط يعني بيه يعني. هو بقى هو أكيد الكلام للحكومة يعني، أو يعني أكيد يعني، وبيقول إنه رد الفعل اللي حصل في البرلمان بيقول إنه في مشكلة في نشر ثقافة التعليم، ثقافة السلام وقبول الآخر والانفتاح على الآخر.